تاكليش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت اسيب المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحمه بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت كتفك يا اخويا؟ رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصلي في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها؟ عفوي. بعد كل هوكسه. لا 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 بص وحياه امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز هيقدر يعمل اي حاجه؟ خد يا ده انت عمر ساعتك. انت مش هتجل يا ده؟ لا حضرتك بص، انا خلت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوه ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك ده عارة بقى معاك. وانت مال اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنت الكلب وليته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عمارة على ايدك الشمال. طب خلاص غور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوة ناس وسخة. الزعم في خدمة السلطة. طب بوسة. لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني الوقت متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع؟ يا رابع هادي اهرام عدس اهرام. اخبار جمهورية يارا البيتزا يارا البيتزا. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني؟ طب طالما الفضايح كده بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا دي جابت المعارضه. خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحلع في الخضر، الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان. في جحيم الله. كنت تعالى هنا، انت خدتني في قلبضات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا ان عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانتخاب
الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات، كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت أنا ساعتك؟ أيوة أنت. زملائك بيقولوا إن الإنسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وضعه، في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب، أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. انت بتهرج؟ انا مهرجش والله، ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم راس مع الدائري بالليل، ينزلوهم من التاكسيات وروح حاطط لك السنجه وانت قاعد درا. انت طالب انت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرجي انت هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول لي مدرجي. امشي اطلع بره. ولا كده يا سيرت تقول لي انفلات؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فوق انت هتقول لي الحصباره يا رب مريه. يلا ايه يا راجل، البيت البيت ها ابقى لم منكم بره بقى خلاص. يا سعاده البرنس خليك كده حلو كده، مددني كلها في غيرك كده. انا جاي اسرزق في قلب الجامعه هنا بدل ما اتنطط بره فيه مظاهرات. عايز تنصف معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تزق كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى فيه انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلاص سبتيه اهو. احنا خلاص خلاص حضرتك لازم احنا في ظلم واقع على خلاص. كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك يلا حبيبي يلا. اما نشوف اخرتها ايه. خش يا غلباوي خش يا غلباوي، مش عايزين نبطك على حد. عم فكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحتي. افتكر مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. انا كنت من احسن شيفات في مصر، اشتغلت مع امراء وملوك ورؤيسة، كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب. ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تفتح سلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال، فين الفلوس؟ اكتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي.
ايوه تطلع تجيلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم تلاش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زينين براسك يا رب يا ابني اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي انا هقول لك اكبر محاسب موجود في البلد وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك اتنين اتنين ايه خدها انا هديك 2,000,000 جنيه من السبعه ازاي من دي كل اللي انا عايزه منك ان انت بس ايه تديني بس ايه قطر قطر او اي خيط لاميره حبي انس اي خيط والله يا ابني انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها ايه الجمله دي يا عم فكري يلا يا ابني اهو يلا يا حبيبي هو اللي بتاعت منه الطاقه انت على فوق يلا يا حبيبي والله حلوه شقه عم فكري دي يا خير وده ايه جايه دي ده اسمه كمبيوتر يا خير ما رضيتش عليا يعني بقولك ده ايه اصلا ده اسمه كمبيوتر هو اسمه كمبيوتر هو اشتغل دلوقتي هتشوف ترى عم فكري انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ وبعدين ايه الحيل دي؟ يعني اصعب يعني هل قصده يعني هو يقول لك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي عم فكري ده شكله حكايه يا سلام للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد بنت اسمها استنى هطلبها الله ايه اوه خلاص عمال كتير بك انت بتسيفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان طب اعمل ايه في ساعتك انا انت ما بتسيفتش خالص يا هادي عملت لي صباع نفسي حقك انا يا ناس انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني هتريحني منك وشكرا على فلوس الكتب العافيه وسخ يا سلام انك عندها تونتك دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا قرب هنا تعالى اهو لا يا ساتر يا رب ابعد وشك بليز انا اميرة انت مين؟ انا ستح يوه واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقة لا خلاص لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم يوه يبقى ما قداميش حل غيرك بص بقى اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف وهو عارف هيعمل ايه بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا مين؟ انت كاسيوس ده؟ خد الرقم ده عندك سجله ودي لعم سلطان انت كاسيوس ده طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامان اوكي؟ مع ايمان انت مالك قول له كده خلاص انا هقوله خلاص 012 01 012 01 7 7 7 6 شايف الخلة دي؟ أيوة شايفها ممكن تدور وشك؟ أيوة دور وشك ناحية تانية ممكن تبص لي قرب لي شوية ايوه حلو حفظت وشه صم الصور دي هستلمها امتى انت بقى الهيرو بتاعها انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك كابيتو هي وصلت لكازاكيتو انت فين يا خالي يا هادي تعال انا هنا يا هادي
ايه ده يا خال؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعالى خز. اخش فين بس؟ اطلع انت. خز يا هادي تعالى ادخل يا هادي. انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي. طلعت خلاص. يا خسارتك يا تتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مرايه تهدر كوره. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي عم فوخك خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمه يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. ان لله وانا اليه راجعون. اللي انا عايز اقوله ايه يا خالي؟ ان الدنيا اتطورت. اه اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهله. اه. والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الصوره؟ اه معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مفيش فايده من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا بس؟ ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك. صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم.